نهار يتعدى صباح نفيق اول ما نفيق ديريكت يبدو صغار مزال يردين نخرج للزوال نحلب جيست نسقد الحليب مع بعض خاطر يجي الحليب يهز الصباح عندها وقت معين لازم يجي يهز يهز حكاية السبعة غير درجين كاك لازم الحليب يبدا البر نحلب الحليب نخرج البر من بعد نروح طيب قهوي صغيراتي نفطرهم ركحة المفطور ونرجع خلي الصغار في الدار ونرجع نعلف كالعادة نصلح نحل غبار نعلف نحط قورت ونروح كده للدار في الدار نهار أي مرا عادي طيب تصب ونتخمن دوش لصغاري العشية كيف كيف العشية الخمسة ودرج خمسة ودرجين نخرج كالعادة نحلب نعلف نحل غبار نحط التبن ونروح أنا مغرومة بالفلاحة من والدي اللي والدي كان حي عنده ثانية نخدم معاه مغرومة بالفلاحة شيء كبير نخدم ثانية بالكدا ووقت الزهر نخدم الزهر وقت الزيتون نجمع الزيتون نعمل في حياتي عندي صغيرات عندي بقيرات في الدار كاو إمكانياتي محدودة يعني مش شكلي متوفرة الأولين كليكا شوي شوي ماذا بيا واللي راجلي زاد يخدم صنعة تقليدية ما يجمش يخدم معايا الفلاح أنا مغرومة بها وما نجم نسلم فيها الفلاح ماذا بيا نكبر في المشروع ماذا بيا نعمل كوري كبير نعاود نرقح لا نرقح الكوري نبني لكن ما عنديش فلوس الكافية وما فماش حاولت باش نعمل قرض لهنا ما قروض تونس ما فهمش قرضك اللي يقنع معناها تعمل قرض باش حتى تحرك وتعمل به حاجة تجري تجري ما يفوتوا لكش زوز ملاين لكن كثرت يعطوك الزملاين الزملاين ما ياخذوا حتى شيء البقرة بثلاثة وثلاثة ونص البقرة الباهي وإذا بيا نزيد نطورها الفلاحة كل شيء ومنيش نشري دار خاطر تو الوقت صعب والإمكانيات البني غلا والشراب غلا وكل شيء غلا إذا بيا الفلاحة نزيد نخدم فيها بزايد باش نجم نعمل دا نظرتي لتونس مش خايبة تونس اللي نجم يخدم روح ويعرف كيف يتصرف تونس مش خايبة فبرش حاجات به تونس خير من انا واحده من الناس تو كان نلقى راجلي معاش يمشي لايطاليا كان يوافقني معاش يمشي خاطر عايش بعيد على صغاره بعيد على مرته يكبر ولده بعد يمشي بعد ينطق يتكلم بعد يخليه بيبي يروح يلقاه يجري ما تونس مش خايبه تونس راه تونس كان يتذكر يعمل كوري كبير بقرطه ويبدا اموره واضحه في تونس نظرتي في تونس مش خايبه حتى طرف تونس بالنسبه لي يعني خير من البلايص الكل خممت قلت فماشي امكانيه مثال نحك حل الكشك نتاع سنه تقليديه نتاع راجلي خاطر حكم راجلي يخدم في سنه تقليديه نولي نبيع فيها الحكم اللي العمر انا شو 50 سنه جو ما عادش نجم الفلاحه خاطر الفلاحه تحب لها مجهود كبير وتحب لها صحه قويه العمر قاعد يمشي يعني ما عادش نجم طول السنين ما عادش نجم نخدمها رغم اللي انا مغرومه بها الفلاحه ونحبها ديجا حبيت احب راجلي يهزني معاه لايطاليا يعني نمشي قال لي يمشي عملي على الاقل عدي 3 شهور كاكا ما حبيتش قال لي مشي عملي اوراق لصغار كل ما حبيتش نمشي ما خاطر ما نحبش نمشي نتحصر بين 4 حيوط ولا شمس لا هواء لا نحب البر هكا في الفلاحة ديجا نمشي حتى ضيفة لدار حد ما نحبش نقعد نحب ديما نتحرك وديما ما ساعدنيش هكا انا كان نلقى نزيد نكبر في الكوري ونزيد نعمل مشروع اكبر من هكا حتى شي زوز بقرات هذوما لعب نلعب عليهم ونروح مش حكاية كبيرة راه كاني ما عنديش ديجا هنا كاكا نتاع تيتير قلق وبر مش مشروع هو بالنسبة لي نيتا ومش عملتها مشروع كندخل منه في فلوس ولا هكاكا هنا ندور بيه في نحرك بيه في روحي ونطير في القلق على روحي وكا وجيست أنا شوية حليب وكل العجيل ولا عجيلة وكا لحظة
السلام عليكم. عدو دوي. حتى نتحب. أموري واضحة. وقت تجيني صابة الزيتون، جي راجلي رغم اللي راجلي مصاب، ساقه مصابة، يمشي يجيب الخدامة، يعاوني في جبان الخدامة، ويعاوني في خلاصهم ندبروا خلاص الخدامة باش يخدموا الخدامة، نخدم الخدامة، خلصوهم ونلموا الصابة، ويعني حصلوا منها شوية، ما شاء الله يا صابة، ماكلي برشا مصاريف، خاطر بحكم اللي راجلي مصاب ما ينجمش يهز معايا ثقيل، ما ينجمش يجمع، ما ينجمش يتنقل يهز الحاجة ثقيلة. يجمع عوني بحاجة بسيطة يجيب لي خدامة وعاون نخدم أنا الخدامة نلمك الصابة ذيك يعني تنجم تقول مصاريف برشا أما أنا رغم اللي هي كيكة وما نسلمش فيها خاطر مغروبة بها وراجلي شجع فيا زيد قال لي أنت مغروبة ما نجمش نبعدك على الفلاحة هي تعاوني في خدمتي معناها هذو القضية بعيدة ما نجمش نهزها توصل سلعة معناها الكليون تهزلو تاك تاخذ تاكسي تجي تاكسي لهنا تهز السلعة الكليون توصلوا النابل تجي نعاوني لهنا برشا حاجات برشا حاجات تعاوني فيهم مثلا كيما كنا نحكي الكلمة سمار كيما نهزو نحط هذه نهز نحط ما نجمش أنا نهزو نحط هي قادي كل شيء كيما مشاو في الثانية نمشي للثانية نعاونها بلي نجم نطلع للسلوم نطلع للشجرة وما نطولش يا اختي هنايا درجة درجين نهبط في المعيشة في كذا عاونتنا تعاونتني فما رب معاون هذا معي وظل القفة بالقدا بالقدا واحد أخرى كيف مستحيل قلت لك كانت مودنتي أنا نخلط عليك من الأخر ما بصراحة أمي أختي اللي تصوروا في بالك اللي ثقيل الكل عليها فما ربي يكبر وليداتي ماذا بين كبر في المشروع ما همش حكاية الزبقرات ماذا بيا أكثر ستة سبعة مع صغار مع ذريهم مع خاطر من جرة البقرة تربي الناجة وتربي الدجاجة وتربي كي كنت ما عنديش بقرة كنت ما نلقاش من وكل الدجاج كنت ندور باللوج يفضلوش قد ما خبز تو الحمد لله الدجاجة وأنا ياكل لين يشبع ما يقلقنيش مش حكاية